مشاريع لبنانية مختلفة مولة من الاتحاد الأوروبي ومجتمعها بمعرض أيام التعاون الأوروبي اللبناني. عندي مصنع أحذية، ساعدوني صندوق التنمية لكبرت هذا المشروع، صار عندي 20 موظف. شركة علي هي واحدة من المشاريع العديدة بلبنان يلي عم بيساهم بدعمها الاتحاد الأوروبي عبر برامجه المختلفة، برامج ممولة من الاتحاد والدول الأعضاء فيه والبنك المركزي الأوروبي عم بيجمعها معرض أيام التعاون الأوروبي اللبناني بالبيال. We are the largest donor in Lebanon. We currently have a volume of 2.2 billion euro ongoing in grants and in loans. البرامج بتغطي قطاعات عديدة مثل التنمية الاقتصادية وحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والثقافية والتراث. مشروع تحسين ظروف المرأة المعيشية في شمال لبنان بتمويل من الاتحاد الأوروبي، هيدا المشروع عم بيتنفذ ب 17 ضيعة. مشروع التنمية الزراعية والريفية بيهدف لعدة أمور، منها تحريش وزيادة تخزين المياه، يعني بتعاون مع كفالات لتأمين قروض زراعية ميسرة لصغار المزارعين ولمزارعي الشجرة. نحن جمعية حماية الطبيعة بلبنان نرجع نسلط الضوء على الأشياء اللي هن بيعملوها من صناعات قديمة كتير حرفية، مثل صناعة الفلوت المعمولة من القصب، صناعة الدرامز المعمولة من جلد المعزة. برنامج حماية وتأمين سبل العيش في لبنان عم نساعد 270 مزارع بمنطقة البقاع. المشروع اسمه أزيل إميغراسيون، اللي هو بيستهدف العمالة الأجنبية بلبنان وبالأخص العاملات بالخدمة المنزلية بلبنان. المعرض مستمر لغاية بكرة السبت من 10 صباحاً لـ3 بعد الظهر، ويتخلل عدة ندوات وقصص نجاح، أما المشاركة فهي مجانية.